وهذه هي السلطه ديال اليوم اللي درت بالبطاطا والليمون، كتجي زوينه وكتجي لذيذه. تابعوا معايا المراحل من البدايه حتى النهايه وفرجه ممتعه. بامون بيسا وكون ان سلطه ماليغينيا كيسالي ريكيسيما ونيسيما بامون بيسا، كتجي زوينه، كنتمنى غير تجربوها. يلا نبداو. مرحبا بكم في القناة ديالي اللي بغا نصوب معكم سلطة تيقولوا ليها سلطة ماليغينيا. عندي هنايا البطاطا مسلوقة، تنقول كاين بطاطا ستا كوسيدة، هاكا تنقول نارانخا، عندي الليمون، اتون، عندي الطون، عندي بيضة مسلوقة. ودابا غنكمل هاد الليمون هادي كيري بيلار نارانخا، ها خصنا نحيدو لها القشرة. صافي دابا نقي الحال هكا، ما فيها لعب، كنحيدو لها العظومة، لا كانوا عظومة كنحيدوها، ما نخليوش العظومة. طبعا نحيد هادشي. دابا ناخذ واحد البصله. دابا عندي هنا البصله كي تين هو كي اون سيبويا تشيكا كورتارلي تا كورتارلي بل. دابا البصله ودابا نخلط الليمون ناغريام ونارانكا اتون ويبو درنا دابا الطون ودرنا بوكيتو ديال الزيتي اوليفا شويه ديال الزيت البلديه. ونديرو الملح، بوكيتو ديال السال، بوكيتو ديال فينغري، شويه خل. ودابا نخلطها، دابا نخلطوها مزيان. كتجي زوينه وكتجي لذيذه هذه. يقولوا لها سلطه ماليغينيا. ثم المذاق ديالها جا رائع الحقيقه، اول مره كندير انا هاد السلطه هذه. وهذه هي الشليضه ديالتنا، الحقيقه جات لذيذه وجات زوينه. وهذه هي النهايه ديال الانسلاطه ديالتنا، شوفوا كيفاش جات، جات رائعه. وكنتمنى تجربوها، وإلا جربتوها وعجبتكم فعلوا الجرس باش يوصلكم كل جديد. اديو لا بريكسيمو فيديو.